تعالوا نطبق عملي على الربع الاول اللي خدناه اللي هو الربع الثاني اللي هو الربع الرابع. نطلع مع بعض مزمور الساعه كام؟ التاسعه من حد الشعانين. يلا كلنا قدامنا تمام. اولا المزمور هتلاقيه متقسم لاربع جمل، كل اخر جمله هتلاقي نقطه او نقطتين فوق بعض. موجود عندكم الكلام ده؟ تمام. مظبوط اربع مقاطع زي ما اتفقنا. كويس. طيب الجزء الاول او الجمله الاولى بتقول ايه؟ ايفون خير او ان هان كوجي بس ان الو اوي ونقطه نقطتين، يبقى الرق ايفون خير او ان هان كوجي ان الو اوي. مبدئيا كده ورو ده اول استيكو اللي هي هتيجي مكان ايه؟ كيليبرتو كاتاكسيو سينيماس. يبقى دي هفردها قصاد دي عشان تعرف ازاي يعني مفهوم التركيب، ازاي تيجي تركب مظبوط. في الاوائل الموضوع ده هيتطلب منك اللي انا بقوله، انت بتطبق كشماس جديد عشان تعمل الموضوع ده هتعمل اللي احنا بنقوله ده. بعد كده لما توصل بقى ايه لمستويات متقدمه ولليفل وحش بقى ايه عندك القدره تطلع على القمارس تروح قالب الصفحه وتشتغل دايركت، مش محتاج بقى ايه المراحل الاولى كده احنا بنتعلم نقف ونحمي وازاي نمشي اوكي. ركز معايا. مبدئيا في مناطق في اللحن اللي احنا خدناها مسموح لي انطق فيها كلمات، وفي مناطق مش مسموح تحط عليها حروف وكلمات. الكلمات اللي او المناطق اللي مسموح لي بيها كلمات اللي انا عاملها لك بالايه؟ بالاسود. اوكي؟ طيب وهزود عليها كمان المنطقه دي. ما قبل كي ايفر ينفع احط عليها كلمات. ده في حاله ايه؟ في حاله لما يبقى المزمور عندي كلماته كتيره، كلماته كبيره، محتاجه ايه؟ احشر كلمات عشان اقلل عشان الدنيا تظبط معايا. ففي مديني مساحات كده وهنجرب في اكتر من حاجه كده مع بعض. طيب الموضوع بيقول عليه اول جمله ايه؟ ايفون خيم روؤو. مبدئيا برضو طيب عشان نفهم برضو الالوان الكتير اللي قدامنا واخد بالك؟ سي ليه نعمل اكتر من لون؟ احنا خدناها كام هزه؟ اربع. خدناها اربع هزات. لما اجي اركب ينفع اقول الاربع هزات وينفع اقول ثلاث هزات واحط حروف، ينفع اقول هزتين بس واحط حروف، ينفع اقول هزه واحده واحط الباقي حروف. يعني عايز اقول لك ان الموضوع عندي هنا مرن، عشان كده حضرتك يعني ده قابل للتغيير، ده قابل ان انا احط في مش استنبل واربعه هم اربعه. اوكي؟ نفس القصه. يلا. ايه هم خير وقو؟ ايه لا لا احنا مش هنقرا. انا براجع معاكم الكلمات بس. ايه؟ ايفون خير وقو ان هان كوجي ان الو اوي. طيب مبدئيا احنا عندنا المجموعه الثانيه، احنا قسمنا الموضوع لكام مجموعة؟ أربعة. أربعة 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 إيه؟ ثلاثة. أول ربع أول ربع أول ربع. أيوه أول أول ربع، موضوعنا أول ربع دلوقتي. ما هو اللي طبقه في أول ربع هنعمله في الباقي. إحنا دلوقتي منشئين على الربع الأول، قسمنا لكام مجموعة؟ ثلاثة. طب اللي في النص هي المجموعة الثانية اللي هي إكسيليو اللي هي ما فيهاش حروف. اللي هي ايه؟ الطريق الصحراوي اللي اوقات وخلاص. طب دي انا هخلي انهي كلمه؟ زي ما هي المجموعه الثانيه هي اللي في النص، تعالوا نقسم الجمله اللي عندي، لازم اقرر انا هخلي المنطقه الكبيره دي فين؟ طيب تعالوا نعد. ايه خيل رؤو ان هان كوجي ان الو اوي. طيب ايفون خيل روؤو ان هان كوجي ان الو اوي. طيب
تنفع فين احط اكس يو؟ رايكم ايه؟ كوجي كوجي انتوا رشيتوا في الجول مش صح، ده انتوا يعني انتوا فسرتوها كوجي عشان ان ال او وي دي تنفع احطها في الاخر اقلل عليها براحتي، وايه والخضر او ان هام دي تنفع احطها في الزيته الاولانيه دي كتير عندي نقلات صح كده. يبقى خلاص انا نشنت كوجي على اكس اي يلا طيب كي احط عليها ايه دي؟ ايه ايوه ايه 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 يلا كده مش محتاجه هي ماليه نفسها. طيب ممكن اخد واحده كده
انا واقف على انهي كلمه انا واقف على انهي كلمه بقول فيها في المزمور واقف على انهي حرف رؤو ايه اللي جايه Oh.
لا 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 خلي بالك خلي بالك انت كنت عامل حسابك على ايه؟ انك هتحط ايه؟ على كوجي، لكن انت سرحت وشفتت منك لفين؟ للنهار. يبقى لما تيجي هنا انا عندي اربعه، ينفع اخد الاربعه، بس انا الموضوع شفت مني، يبقى هاخد كام؟ ممكن اخد اثنين، ممكن اخد واحده، ممكن ما اخدش. تخيلوا؟ طيب ازاي ما اخدش؟ يعني بدل ما دول حط نطق بقى. أنا واقف على فين؟ على اللي جاية إيه؟ نون. يلا عشان ما اتزنقش. بس يبقى انا عندي ايه؟ حتت بعرف اتحرك فيها زي دي، زي في الاول. فهمت الدنيا ماشيه ازاي؟ طيب ممكن احنا قلنا ممكن ما ناخدش، ممكن ناخد اثنين. تيجي تجربوا؟ عسل يا
الكلام ده بنعمله في ايه؟ في لا لا اقول ليه لكم الفكره دي؟ في لو تلاحظوا مزامير ليله الجمعه العظيمه مزمورين في بعض تلاقي مزمورين في بعض تلاقي مزمورين فتلاقي المزمور نص صفحه. طب اذا كان هما مزمورين في بعض بيحصل ايه؟ يحصل حاجتين، يا اما اقول مزمور واسيب الثاني، لو انا شماس على قدي هقول مزمور وهسيب الثاني، اتعامل مع المزمور واحد وخلاص كانه اربع ارباع ومش هبص على الثاني خلاص. يا اما لو انا راجل محترف وواصل لليفل الوحش هعمل ايه؟ هحط المزمورين هبص عليهم كانهم مزمور واحد. طب هتعامل ازاي؟ المزمور الواحد متقسم لكام؟ لاربعه، والمزمور الثاني اربعه، يبقى عندي كام جمله؟ ثمانية. هقسمهم ازاي؟ كل جملتين ابص عليهم كجمله واحده، كل جملتين اتعامل معاهم كجمله، يبقى الكلمات عندي ايه؟ كتير، بقى الجمل زخم تنفع معايا بقى الحته دي. تيرا را 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 انقل عشان تخلص. بس ده ليفل كده ايه؟ ليفل عالي. يعني متقدم شويتين. فاحنا خلينا في الاساسيات في البدايه. يبقى انا عندي ايه؟ في مناطق بعرف اتحرك فيها. والحاجات اللي متلونه دي زي ما قلت لك ينفع تاخد هزه واحده وتنطق حسب الكلمه اللي قدامك، ينفع تاخد هزتين وتنطق، تاخد ثلاثه وتنطق، تاخد اربعه وتنطق. انت عندك الكلمات كتيره قوي واتلخمت ونسيت ما تنقل والدنيا زحمت معاك، ممكن تستغنى عن الاربع هزات وتحط مكانهم كلمات بالظبط كده. فالموضوع ايه؟ ما يهمكش يعني، انت اهم حاجه توصل لدي وتقولها صح، واهم حاجه تيجي عند الاخر تخلص مزمورك، والحشو ده ما يهمكش طالما انت ما بتطلعش بره قالب اللحن. ده؟ نقفل دي؟ ناخد بريك ونرجع للثالث. ثالث. عارف تطبق الجملة الثانية؟ يلا ناخد. طب طيب. طيب الجملة الثانية بتقول إيه؟ نيم ني إف ويم نيم ني إف ويم اسمه قوام تشي اسمه قوام تشي اللي بيرضعه اسمه قوام تشي اسمه قوام اللي بياخد الرضعه بالظبط ليه تفصيلتها كده نيم ني اف قوام تشي ده من ضمن الحاجات المهمه شباب انطق الكلمات كويس وضوح. قلبت غير العربي يا معلم، العربي معرب بيجي تهديهم غلط. معلش ده يستدعي ان انت تقوي نفسك في اللغه. العربيه ولا ايه؟ طبعا. يبقى نيم ني اف ويم تشي اكسبتي دي اسمه دي الجمله الثانيه؟ طب تمام. اكسبتي اعددتها اكسبتي باسمه تمام كده؟ طيب زي ما هنعمل نيم ني اف اوام تشي اكسبتي باسمه انت مقرر انت هتقرر ان اكس يو الهزات الكبيره دي هتبقى على انهي؟ احنا دايما لما بنحط هزات يا شباب ركزوا معايا لما بنحط هزات يا نحطها على حرف الالف يا نحطها على حرف الواو يا نحطها على حرف الياء اختار كلمه تكون مرتاحه نيم ني اف ويم تشي اكس كل دي كلمات تساعدك هتحط فين؟ تشي طيب هقول ايه تساعدك مظلها؟ انت الياه صعبه الياه المكسوره دي مش اي حد بيعرف يقول عليها. هتقول ايه؟ اسمه اوه ماتشي
صعب على عمرك كمبتدئ. انا اعرف اجيبها انا اتصرف، انما انت لسه كمبتدئ يا او يا اه يبقى اس او او اكسبتي، وممكن على الار بتاعت اكسي، وممكن على اكسي بالظبط اكسبتي، كل ده ينفعني. طب يلا نقرر مع بعض هنحط فين؟ ها هتحط على دي كلمه طب تعالوا نشوفها كده واعتبر نفسك كلنا لخمه ونشوف تيجي معانا ازاي. يلا نيم ني اف او ام اتش، هتحطوا حاجه هنا ولا تبدا زي على طول؟ نبدا على طول. يلا يلا ام ار ال مستحيل المزمور يتقسم لخمسه، مستحيل في حاجه غلط.
ارجع بص للابتي بص للابتي خلاص نفس اللي عملناه. هتاخدوا حاجة قبل ولا على طول؟ على طول. على طول يلا. وعشرة. طب عشر دقايق ونرجع ناخد الربع التاني. التالت ابسط منهم كلهم.